يمكن لأي مسلم أو مسلم أن يكون مسلما حتى يؤمن بعيسى مثل محمد؟ إذا لم يؤمن بعيسى مثل محمد فهو كفر بكل هذه الآيات. ثانيا، لو كان القرآن من تأليف محمد، يا أخي بالعامية رح نحكيها، يعني يضع صورة صغيرة لأمه، لكن السيد المسيح أمه له أيضا صورة. إذا المسيح ذكر 34 مرة في كتاب الله. ثانيا، أمه مريم عليها السلام لها صورة، ومن الصور الطوال، ليست من قصار الصور. إذا يوجد صورة مريم، بينما لا يوجد صورة تسمى صورة آمنة. يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم أمه ما لها صورة ولو صغيرة، لكن عيسى عليه السلام أمه لها صورة، صورة مريم، والأنثى الوحيدة التي ذكرت صراحة باسمها الصريح في القرآن الكريم هي مريم. الله قال امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة عمران إلى آخره، لم يقل فلانة. ثانيا، لا يوجد صورة في القرآن الكريم باسم صورة بني هاشم، يعني أسرة رسولنا الكريم ما إلى صورة، لكن يوجد صورة آل عمران. فالمسيح أمه لها صورة، أسرته لها صورة، صورة آل عمران، وهذه من الصور الطويلة. العشاء الأخير عند السادة النصارى، نحن عندنا سورة المائدة، سورة المائدة هي العشاء الأخير. إذن هل يمكن لمسلم أو مسلمة أن يكفر بصورة مريم وصورة آل عمران وصورة المائدة و13 صورة ذكر فيها المسيح لكي حاشا ألف مرة يحتقر السيد المسيح؟ أرأيتم مكانة السيد المسيح في كتاب الله؟ 34 مرة، أمه لها سورة، أسرته لها سورة، العشاء الأخير عندنا سورة المائدة. عليك صلاة الله وسلامه أيها السيد المسيح. لذلك السيد المسيح قارنه الله مع آدم ومع رسول الله. أرأيتم السيد المسيح؟ قارنه مع آدم بالذات أبو البشرية بقضية، وقارنه مع خاتم رسول الله بقضية أخرى، وهذه هي الآيات: تعالوا إلى ما أنزل الله، وكفى صفصطة وشتائم للآخرين ورفض الآخر وتكفير الآخر واحتقار الآخر. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. لاحظت المقارنة عيسى وآدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن خلق عيسى عليه السلام وآدم بطريقة كن فيكون، سورة آل عمران 59، يتساوى في مرتبة العبودية السامية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى عن عيسى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وإنه لعلم للساعة، بسورة الزخرف 59-61. أما رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بسورة النجم قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذن عيسى عبد أنعمنا عليه، رسولنا الكريم هو عبد الله ورسوله، إذن يتساوى في مرتبة العبودية السامية مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. لاحظتم مكانة عيسى عليه السلام؟ إنه بأعيننا، طبعا كل الرسل الكرام، وأكرر لا نفرق بين أحد من رسله على الإطلاق. لذلك نتابع: تعالوا إلى ما أنزل الله. أتباع السيد المسيح في كتاب الله، كل من يكفر بهذه الآيات هو كافر، مهما كان يأخذ مرتبة دينية وغير دينية، هو يكفر بآيات الله. قال تعالى عن أتباع السيد المسيح السادة النصارى هذا الكلام، اسمعوه جيدا. قال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، سورة الحديد الآية 27، الذين اتبعوه في قلوبهم الرأفة والرحمة، شاء من شاء وأبى من أبى، هذا قول الله ونحن نؤمن بما أنزل الله. ثانيا، أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أقربهم مودة، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان نحترمهم جميعا وأنهم لا يستكبرون، سورة المائدة 82. لذلك
الله يقول أن السادة النصارى مثل ما يدعي السلفيين التكفيريين أنهم مشركين. الله يكذب هذا الخطاب التكفيري السلفي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الحج 17. فلو كان مثل ما يدعي السلفيين التكفيريين أن السادة النصارى مشركين، فلماذا الله وضع سورة الحج الآية 17 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة؟ لو كان كل هذه الفئات مشركة فكيف سيفصل الله المشركين عن النصارى؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. أيها الناس، أيها العاقلون، يا أولي الألباب، احترموا الآخر، أحبوا الآخر، تقبلوا الآخر، فهذا بيان الله، هذا بيان الله. وأي أحد يتكلم عكس هذا الكلام هو كافر بكتاب الله. قال تعالى عن السادة النصارى، لهم منا كل التقدير والاحترام، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة متمسكة بدينها، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، لن يغطى لهم، والله عليم بالمتقين. أما القول السلفي المتخلف التكفيري، دوما أقول لكم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اطلبوا منهم أن يكملوا الآية، هذه الآية لا تخص إنسان ولد على دين آخر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني هو مسلم ويبتغي غير الإسلام دينا، ليس له علاقة مع السادة النصارى وأتباع موسى وأتباع رسل الآخرين، حتى الصابئين أتباع زكريا عليه السلام، أتباع يحيى ابن زكريا عليه السلام. إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ أرأيتم وإن يشرك به تؤمنوا؟ أدخلوكم بمتاهات، هذا قول الله الواضح. لكن كل من يدعي بسورة آل عمران الآية 85 ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه لا تخص السادة النصارى ولا أتباع موسى عليه السلام، تخص مسلم يريد أن يغير دينه. لذلك ولا أحد منهم هؤلاء، وبشكل خبيث يكمل لكم الآية. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ نكرر دقيقة واحدة تحملونا. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، الكلام للسلفيين التكفيريين. وإن يشرك به أقوال وفتاوى أخرى تؤمنوا. سورة غافر الآية 12، على أي حال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لكم كل التحية، وللسادة النصارى ولأتباع الديانات الأخرى كل التقدير والاحترام. نحن لا نرفض الآخر، ونتقبل الآخر، ونتحاور مع الآخر بأسلوبنا الحضاري الإسلامي. فرسولنا رحمة للعالمين وليس نقمة على العالمين، صلى الله وسلم على صاحب الخلق العظيم وعلى رسل الله جميعا. ونقول هذه الآية: وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.